المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبكم آمين. كان الشيخ الإمام البابورتي رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الطحاوية كان يتكلم عن معنى أصول الدين كعلم على هذا العلم. أما الآن سيتكلم عن معنى أصول الدين كمركب إضافي. تمام سيدي؟ يعني مثلا أصول الفقه يؤخذ كمركب يوضع علما على مسمى، يوضع اسم على مسمى، وأيضا يعرف أو يحلل أو يشرح كمفردات، كمضاف ومضاف إليه. ما معنى الأصول؟ ما معنى الفقه؟ وما معنى أصول الفقه كعلم؟ نعم، الآن هنا في أصول الدين أيضا كذلك. في الدرس الماضي تكلمنا عن أصول الدين كاسم لعلم. ما معنى، ما هو علم أصول الدين الذي هو علم العقائد، الذي هو علم الكلام إلى آخره؟ نعم، يقول وأما من حيث كونه مضافا، يعني أصول الدين، ما معنى أصول، ما معنى الدين؟ فالأصل ما يبنى عليه غيره. طبعا الدين له أصول وله فروع، وكل الفروع مبنية على هذا الأصل. كل العبادات وكل الأخلاق وكل الطاعات وكل اجتناب للمعاصي مبني على الإيمان بالله عز وجل. لو لم يكن الإنسان مؤمنا بالله ولم يكن مسلما فلا يكلف بكل هذه الأمور. فتكليفه بالفروع هو فرع عن أصل. ما هو الأصل؟ إيمانه بالله عز وجل. فنحن سنتكلم في هذا الفن عن أصل الدين، وهو الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بصفاته، الإيمان بالأنبياء، الإيمان بصفاتهم، ما يجب لهم وما يجوز وما يستحيل، وعن كل ما يجب الإيمان به في العقيدة الإسلامية. إذن قال فالأصل ما يبنى عليه غيره. أصول الدين، ما هو الدين؟ الحقيقة هنا عرف الدين تعريفا بكلمات قليلة لكن تحتها معان كثيرة إخواننا. فقال هو وضع إلهي سائق لذوي العقول إلى الخير، وهو الإسلام. الدين إخواننا، الدين وضع إلهي. هذا الدين وضعه الله عز وجل، ليس لأحد تدخل في وضعه، حتى الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام هم ناقلون أم مشرعون؟ ناقلون، هم ناقلون لهذا الدين. نعم لهم سلطة التبيين وسلطة التشريع حتى فيما لم يأتي بالقرآن الكريم، لهم هذه السلطة، ولكن كله بوحي من الله عز وجل. إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي. فإذا هو وضع إلهي. ولو تفكر الناس في هذه الكلمة، المسلمون وغير المسلمين، لوجدوا الحل
فيما يبحثون عنه من السعادة الدنيوية والأخروية. من خلق الإنسان؟ الله عز وجل. الذي خلق هذا الإنسان هو من يعلم ما يصلحه، ولذلك اتباع الدين راحة في الدنيا قبل الآخرة. الله عز وجل يقول: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. لا يظنن الإنسان أن الدين إنما هو يضمن سعادة الآخرة على حساب شقاء الدنيا، أبدا أبدا. باتباع الدين، باتباع ما يصلح للإنسان للتعامل مع هذا الخلق العجيب، خلق الإنسان من جسد ومن روح. وتخيل أنت أن إنسان اشترى سيارة وهو لا يعلم كيف يتعامل معها. تخيل أن إنسانا اشترى سيارة ثم وجد فيها أماكن تملأ، لكن لا يعلم هذا للزيت وهذا للماء وهذا للبنزين. في السيارة يوجد هكذا مكان للزيت، مكان للبنزين، مكان للماء، بل مكان للغاز في المكيف وغير ذلك. تخيل أن الإنسان لم يتبع تعليمات من صنعها، ماذا سيفعل؟ يقول: أنا بعقلي سأتعامل مع هذه السيارة، ما في مشكلة، يضع البنزين مكان الماء والزيت مكان الغاز، وماذا سيكون؟ أنت أيها الإنسان وأنا وكل إنسان، الله عز وجل خلقنا خلقا عجيبا، خلق لنا جزئين أساسيين: الجسد وهو من الأرض، من تراب الأرض، والروح وهي من الملأ الأعلى. الروح في خلقتها لا يعلم حقيقتها إلا الله، ولكن جوها أقرب إلى الملائكية، أقرب إلى السماوية من الأرضية. فهذا الإله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان وخلق هذين الجزئين الأساسيين فيه، يعلم ما هو غذاء الروح وما هو غذاء الجسد. الكفار وأيضا من المسلمين من هو بعيد عن الدين الذي لا يأخذ التعليمات من الدين، لا يعرف أن يستخدم هذا الخلق العجيب. فالإنسان إذا أشبع جسده وترك روحه ينزعج. أنت إنسان بروحك لا بجسدك. ولذلك لو الإنسان، قال العلماء يا إخواننا، الجسد مثل سجن، حبس للروح. كلما أشبع الإنسان جسده ضاق هذا السجن على الروح، وكلما الإنسان أشبع الروح تحررت وشعرت بسعادة وأنس ولطف. فماذا يفعل الناس يا سيدي؟ أكثر الناس يفعلون
يغذون الجسد، يظنون أن السعادة في الجسد، في إرواء الجسد، فيعطونه، يعطون الجسد كل ما يريد، ولا يعطون الروح ما تريد. ولذلك تجد الدول التي فيها رفاه اقتصادي ورفاه يعني في المعيشة، عندهم كل شيء، كل شيء من الطعام والشراب والمتع، أعطوا الجسد كل ما يريد، لكن والله ما وجدوا السعادة. يا أخواننا، الانتحارات في أوروبا وأمريكا بمئات الآلاف. عجيب، ما عندهم مال، ما عندهم طعام، ما عندهم شراب، ما عندهم متع، كل شيء يريدون، لكن الإنسان إنسان بروحه، فإذا الإنسان ضيق على هذه الروح، إذا الإنسان ضيق على هذه الروح أبدا لن يشعر بالسعادة. الله عز وجل قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هنا السر. ولذلك لابد لمن علم أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى أن يستمع لله سبحانه وتعالى في تعليماته: كيف أتعامل مع هذا الخلق العجيب؟ لا يجوز للإنسان أن يهمل الجسد من طعام وشراب وزواج، هذا فيه سكن، فيه راحة وطمأنينة وكل شيء، ولكن ما ينبغي أيضا أن يهمل جانب القسم الأساسي من خلقه وهو الروح. هذا الروح يحتاج إلى عبادة، كما أن الجسد بدون طعام، بدون شراب، بدون زواج، بدون كذا، يكون ناقصا، بل ويكون ضعيفا، وربما يشفي على الهلاك والموت. أيضا الروح بدون طاعة، بدون صلاة، بدون عبادة، بدون ذكر لله عز وجل، أيضا الروح تموت. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. إذن سيدي، الدين وضع إلهي، والإله هو الذي خلق، وهو الذي يعلم ماذا يناسب هذا الخلق. فالناس الذين لا يتدينون ولا يتبعون تعاليم الخالق سبحانه وتعالى في كيف يتعاملون مع جسدهم ومع روحهم، تجدهم في شقاء، في شقاء. لو وجد المال، وجد كل شيء. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضيقة، بائسة. لماذا كل شيء موجود؟ لا، ليس كل شيء موجود. اسمع إلى الدين. الدين هو وضع إلهي، والإله هو الخالق، ولا شك أن الخالق هو الذي وحده يعلم ماذا يحتاج هذا الخلق العجيب الذي هو مؤلف من أكثر من حقيقة. حقيقة الإنسان مؤلفة من أجزاء، وكما قال العلماء: الحقائق البسيطة، يعني التي هي مؤلفة من جزء واحد، قليلة في الوجود وفي المخلوقات وفي الخارج، حتى قال العلماء: لا يكاد يوجد مثال للحقائق البسيطة، طبعا خصوصا عند أهل السنة. أما الحكماء الفلاسفة يقولون يوجد حقائق بسيطة مثل العقل، طبعا هم يبنون ذلك على أصل فاسد، على أصل فاسد. هم يقولون الواحد المطلق لا يخرج منه إلا واحد، لا يصدر عنه إلا واحد،
وهم يقولون بنظرية الفيض التي بعد ذلك تبناها يعني للأسف من يقولون نحن فلاسفة الإسلام مثل ابن سينا وشيخه الفارابي وغيرهم، وهذه كلها عقائد فاسدة تتناقض مع الدين تناقضا صارخا لا يمكن الجمع فيما بينها. المهم، فالإنسان حقيقة مؤلفة من أجزاء، الروح والجسد، فمن نظر إلى جانب واحد من هذه الخلقة لن يستطيع أن يتعامل معها. ولذلك يقولون في تعريف الدين: الدين وضع إلهي، وهذا ما ينقص البشرية الآن، هذا ما ينقص البشرية، فهم يحتاجون إلى الدين أن يسمعوا ممن ألا يعلم من خلق، الذي خلق يعلم ماذا يناسب الناس من تعاليم. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. الله عز وجل يعلم ما يصلحك. ما دام الإنسان، والله ما دام الإنسان بعيدا عن هذا الوضع الإلهي، الدين الصحيح في عقيدته وفي تشريعاته، ما دام الإنسان بعيدا عن ذلك لن يجد السعادة أبدا. وكأنه يبحث عن سراب يحسبه الظمآن ماء، أبدا لن يجد. نرجع إلى التعريف. قال: الدين وضع إلهي سائق باعث. نعم، سائق يعني باعث. الإنسان إذا سمع هذه التعليمات الشرعية، هذه التعليمات تسوقه. الله عز وجل لماذا أنزل هذا الدين؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله عز وجل في هذا الدين يريد أن يحيينا، إن كان في الدنيا وإن كان في الآخرة، الحياة الحقيقية. فهو وضع إلهي سائق لذوي العقول. طبعا البهائم والتي ليست لها عقول، الله عز وجل يسوقها إلى منافعها وإلى ما تهتدي به، بل إلى طاعتها لله إن سميت طاعة، يعني إلى ذكر الله وكذا، ليس بالدين، ليس بإرسال الرسل، وإنما الله عز وجل يهديها إلى منافعها بالغريزة والفطرة. قال الله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله عز وجل خلق كل شيء ثم هدى هذه المخلوقات إلى منافعها، بل وإلى، لا أقول إلى معرفة ربها عز وجل، لكن إلى ذكره وعبادته. كل المخلوقات تسبح الله عز وجل. لماذا اجتنبت كلمة معرفة؟ لأن المعرفة تختص بالعقول، وبعضهم يقول الحواس أيضا التي يشترك بها الإنسان والحيوان يعدون هذا من العلوم والمعارف، على خلاف بين المتكلمين. فالله عز وجل قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال الله تعالى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. كل المخلوقات تذكر الله وتسجد له وتعبده عبادة هو أعلم بها، إن كان من السير. اختلف العلماء هل هذه المخلوقات عبادتها هي السير على النظام والقانون التي أو الذي خلقها الله لتسير عليه، هل هذه العبادة،
أم هي تسجد سجودا حقيقيا لا نراه، الله عز وجل أعلم به، خلاف مشهور بين العلماء. لكن في آخر الآية إذن هو ماذا قال؟ وضع إلهي سائق لذوي العقول. إذن المخلوقات الأخرى كيف تهتدي؟ ليس بالدين، ليس البهائم وهذه المخلوقات لها رسول ولها كتاب، ليس هكذا. نعم، طبعا الله عز وجل في آخر الآية ماذا قال؟ وكثير من الناس، كلها المخلوقات، السماوات، الأرض، كلها. أما بالنسبة للإنسان ليس كله أو ليس كله. وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. لماذا؟ لأنها هي بلا اختيار، أما الإنسان بالاختيار، فمنهم من استجاب ومنهم من لم يستجب. إذن هو وضع إلهي سائق لذوي العقول إلى الخير، سائق إلى الخير. يا إخواننا، بعض العلماء يضيف هنا كلمة يقول إلى ما هو خير لهم بالذات، لأنه ربما يقول إنسان أي خير؟ أحيانا يوجد في الإسلام أشياء هي تكاليف، أين الخير فيها؟ يعني أحيانا فيه إزعاج للنفس، قيام الليل ودفع المال زكاة وغير ذلك. الحقيقة إخواننا هذا هو خير حقيقي. أما توفير المال مثلا، أن يكون الإنسان بخيلا هذا ظاهره خير أنه وفر المال، أو مثلا عدم قيام الإنسان إلى الصلاة هذا ظاهره استراحة لكن ليس خيرا بالذات. هذا تعرفون مثل ماذا؟ مثل طالب لا يذهب إلى المدرسة ولا يذاكر للامتحانات بدون تشبيه طبعا، في الظاهر أنه ريح نفسه، لكن كانت إساءته إلى نفسه عظيمة. فإذا الدين سائق لذوي العقول إلى ما هو خير لهم بالذات. لذلك نعم أيضا هنا ما ذكرها. طيب ممكن إنسان يقول جزاكم الله خيرا، ممكن إنسان يقول طيب ليس كل العقول يبعثهم الدين، هو وضع إلهي سائق لذوي العقول. الإمام الصاوي وغيره في شروح الجوهرة وكثير من يضيفون سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات. نعم، لأن كثيرا من الناس يغلبهم الهوى فلا يختارون ما هو خير لهم بالذات. لذلك الله عز وجل جعل لك الدين ليس جبرا، جعل الدين من أجل أن تهتدي إلى الحق لكن باختيارك. شاء الله عز وجل أن يجعل هذا الإنسان مخيرا، والله كان قادرا أن يجعل الناس مسيرين إلى طاعته بالإجبار كما فعل بالملائكة. قال الله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، فبإرادة الله الإنسان مخير. فمن اختار الدين كان اختيارا محمودا، وسيأتي الكلام إن شاء الله. قال وهو الإسلام. طبعا الدين، إن الدين عند الله الإسلام. متى بدأ الإسلام؟ منذ بدء الدين. إن الدين عند الله الإسلام، وإنما ما الذي يختلف؟ الشرائع. أما الدين نوح عليه الصلاة والسلام قال فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا نوح شيخ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأبو الأنبياء إبراهيم وأولاده أم كنتم شهداء
إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فإن الدين عند الله الإسلام. يوسف عليه الصلاة والسلام قال كان دعاؤه توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. من أيضا؟ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وهكذا إن الدين عند الله الإسلام. شاء الله عز وجل أن يجعل الإسلام الدين من بدء الخليقة إلى يوم القيامة. وشاء الله أن يربي البشرية بالتدريج. فجاءت الأنبياء ثم الأنبياء. وكان يجب كلما جاء نبي أن يترك النبي الذي قبله أو أن يترك الناس الدين الذي كان من قبل ويتبعوا الدين حتى أتم الله عز وجل الدين ببعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. حتى عيسى عندما أرسل قال لبني إسرائيل ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فكل نبي ينسخ ما كان قبله حتى جاء نبينا عليه الصلاة والسلام. فوجب على كل إنسان من الإنس والجن أن يتركوا ما هم عليه وأن يتبعوا دين الإسلام. حتى لو أدرك الأنبياء نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام ما وسع موسى أن يبقى يهوديا ولا وسع عيسى أن يبقى نصرانيا وما وسع بل أخذ الله ميثاق جميع الأنبياء أنهم لو أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم يجب نعم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. من يتولى عن اتباع الإسلام فأولئك هم الفاسقون. نعم طبعا شاء الله أن يكون الإسلام هذا ليس تعصبا. شاء الله أن يكون الإسلام وأن يكون محمد صلى الله عليه وسلم وأن تكون هذه الأمة خاتم الأمم إلى يوم الدين. ما بعدها لا دين ولا بعدها نبي. ولو كنا نحن في زمن قبل وجاء نبي آخر هو خاتم الأنبياء وجب علينا أن نتركه أن نترك وأن نتبعه. لكن شاء الله عز وجل أن يكون هذا. لذلك نحن لا نتكلم هذا تعصبا وإنما لأنه هو الحق. نعم يقول وقد ورد الدين هو يفسر الآن معنى أصول الدين. وقد ورد الدين بمعنى الانقياد والطاعة كما قال الله تعالى وله الدين واصبا يعني وله الطاعة سبحانه وتعالى والانقياد. وأيضا ورد الدين بمعنى الجزاء والحساب كما قال الله تعالى مالك يوم الدين. فالمتدين هو المسلم المطيع المقر بالجزاء والحساب يوم المعاد يوم القيامة وهو خير العباد. المسلم طبعا إخوانا عندما يقول مسلم يعني مؤمن وعندما يقول مؤمن يعني مسلم. الإيمان والإسلام مختلفان في المفهوم متفقان في ما صدق. يعني لا يقبل إسلام بدون إيمان ولا إيمان بدون إسلام. حتى حقق الإمام التفتزاني في شرح العقائد أنهما شيء واحد بينهما التساوية. نعم يعني بعض الناس
ربما يتعجب يقول أليس الإيمان قلبي والإسلام ظاهري؟ لاحظ سيدي ماذا نقصد بالاستسلام بالإسلام؟ يقول الإسلام هو مثلا الصلاة والعبادة وكذا. ما معنى الاستسلام لها؟ الاستسلام لها أن تقر بفرضيتها وأن تؤمن بها. أنا أسألك سؤالا يا شيخ يوسف، أنت تعجبت الآن. الآن لو إنسان سمع وأقيم الصلاة أقر بها بقلبه وأذعن وقال نعم الصلاة فرض، هل هو أسلم أو ما أسلم؟ لو تركها كسلا هو مقر، مقر. ما معنى الاستسلام؟ أنا آمنت بالله وآمنت بكتبه وكذا، والله في كتابي يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ما معنى الاستسلام لهذا الأمر؟ هو الإيمان به، فلذلك هما يتساوون. بدليل أنه لو إنسان، طبعا لا نقول ما عليه شيء، إنسان يعني فسق، من لا يصلي من لا يزكي فاسق كذا، لكن هل هو كافر؟ لا. ليس كافرا. إذن ما هو المقصود؟ أما لو إنسان ماذا قال؟ سمع وأقيم الصلاة فقال لا 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 لا، أنا لا أؤمن بهذا، أنا لا أقبل، هذا كافر، هذا كافر. إذن ما معنى الاستسلام هنا؟ الإذعان هو القبول. لذلك منذ أيام سألني أحد الإخوة، يأخذون هذه الآية ويكفرون كل المسلمين، والله هكذا طالب سألني، قال له أحد الناس الآن لا يوجد أي مسلم في الأرض بنص القرآن، لا يوجد أي مسلم، كيف؟ لا حاكم ولا محكوم، لا حاكم ولا محكوم، حتى السائل. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ونحن لا نحكم. قلت له ما معنى ومن لم يحكم بما أنزل الله؟ أنا عندما الله يحكم الربا حرام، وأنا الآن قلت الربا حرام، أنا قلت الزنا حرام، الله يقول الزنا حرام، أنا والله حرام، أنا قلت الصلاة فرض ويجب أن نؤمن بها، والله حكمت أنا، لكن لنفرض، ويجب طبعا ليس فقط أن يعتقد أنها فرض وينوي أنها ليست واجبة علي، ليس هكذا، أنا أعتقد أنها فرض وأني لو لم أصلي قد أدخل جهنم إن لم يعفو الله عني، أعتقد هذا، لكن بعد ذلك تكاسلت وما صليت، هل أنا ما حكمت بما أنزل الله؟ لا. إذن سيدي يظنون أن الإسلام هو عين الفعل، هو عين الفعل أن أفعل، طبعا أنا يجب علي أن أفعل، وإن لم أفعل أنا أكون فاسقا، أكون ضالا، أكون، لكن هل هذا هو أنا إن لم أفعل؟ طبعا في فهمهم لو إنسان شيئا ما فعل، يعني أنا فعلت غيبة نميمة كذا، طبعا أنا إذن لم أحكم بما أنزل الله، إذن لا شك أني من الكافرين، هكذا يفهمون إخوان. ما معنى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ نحن كل المسلمين الآن يحكمون بما أنزل الله وإن كانوا مقصرين طبعا، وهذا التقصير ليس معفوا عنه، ليس معفوا عنه، هذا أمر خطير جدا، ولكن طالما الإنسان مقر بما يجب أن يقر به وحقيقة هذا لا يخرج من دائرة الإسلام أبدا، والله تعالى أعلم. نعم، قوله
وما يدينون به لرب العالمين. هو يتكلم الآن هذه العقيدة التي سنذكرها، طبعا هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي ما كان عليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله وصاحبه أبو يوسف ومحمد، وهي عقيدة أهل السنة طبعا. نعم، فهذا ما يدينون به لرب العالمين. ما معنى يدينون؟ أي يتخذونه دينا ويطلبون به من الله، ويطلبون به الجزاء من الله. يدينون به لرب العالمين. الرب، ما معنى الرب؟ والرب طبعا لها معان كثيرة، والرب هنا قال المالك، المالك السيد المتصرف كذا، لها معان كثيرة. نعم، فهو المالك، قل اللهم مالك الملك، الله عز وجل مالك كل شيء. نعم، يدينون به لرب العالمين. والعالمين جمع عالم، وهو اسم لذوي العقلاء طبعا، لأنه ذكر أو لذوي العلم عفوا من الملائكة والثقلين. طبعا العالم هو كل ما سوى الله. ما هو العالم؟ كل ما سوى الله. العالم يعني لماذا نقول وكلكم علماء طبعا، لكن ربما يسمع إنسان، لأني أسأل هذا، يقول إنسان السماء من العالم، الملائكة من العالم، العرش من العالم، يعني فلذلك نوضح، أما أنتم أعلم مني بهذا. العالم هو كل ما سوى الله، وطبعا يوجد عوالم، عالم الملائكة، عالم الجماد، عالم الحيوان، عالم الإنسان، عالم الجن، والأصل أن تجمع عوالم، وإنما جمعت هكذا لأن من العوالم الإنس والجن، وهم يعني ما يوصفون بالعقل والعلم. فتشريفا طبعا العوالم كثيرة، لكن تشريفا لذوي العلم جمع تغليبا جمع جمع العقلاء. نعم، من الملائكة والثقلين، الثقلين المقصود طبعا الإنس والجن، وسميا كذلك لأنهما ثقلا الأرض، ثقلا الأرض. نعم، يختلف يعني، والله أنا لا أعلم. عندنا 18,000 هذا يذكر، ولكن عدد. أنا سأكلفك أن تعدها، وفي الدرس القادم تأتينا بأسمائها. تمام، وطالما ساعدك الشيخ محمد حافظ، تمام، قال 18,000 عالم. تمام، فتتعاون معه إن شاء الله عز وجل. أعطيه نمرة التليفون وإن شاء الله. الحمد لله، تسال. تمام سيدي، والله لا أعلم، يعني هذا الأمر لا يعلم، لا يعلم إلا بالاستقراء. هل لذلك أصل؟ إلا بالاستقراء أو الخبر الصحيح. وأنا في 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 بحسب علمي القليل جدا جدا ما سمعت بهذا، ما سمعت. هذا لا يعلم إلا من كتاب أو سنة أو استقراء، والاستقراء بالنسبة للناس مستحيل، لأن المستقرئ يجب أن يصل إلى كل مكان في العالم. خلاص ما في وظيفة السيدي، لأن يوجد كل ما وصل إليه الناس، تعرفون أين هو؟ تحت السماء الدنيا. كل ما وصل إليه الناس ورأوه إنما هو ما تحت السماء الدنيا، وما فوقها عوالم لا يعلمها إلا الله عز وجل. نعم سيدي، وقيل، يوجد هنا خطأ مطبعي، وقيل يعني العالم ما هو؟
ما علم به الخالق، هنا كتب ما علمه. ما علم به الخالق. أنه خطأ هذا سيدي. لا لا، حتى يعني عقلا خطأ سيدي، لأنه لو كان ما علم به الخالق هو عالم، الله يعلم نفسه فسيكون الله من العالم. لو كان العالم ما علم به الله، الله يعلم ذاته. ربما هذه تكون بيانية، ربما تكون هذه بيانية. إذا يخلص ذاته؟ لا لا، إذا كانت بيانية ليست، أما إذا كانت احترازية كلامك صحيح، تمام. لكن هو الكلام الذي بعده، تمام، سمي به لكونه علما على ثبوت الصانع. إذن هو يعلم به الصانع، يعني ما بعده يدل، ها، سمي به، سمي عالم لكونه يعلم به، لكونه علما على ثبوت الصانع. هذا الكلام يدل على هذا، والله تعالى أعلم. يعني أحسن، الله أعلم. وإن كان أنا الشيخ إسماعيل لا أخالفه، لأنه لا يتكلم إلا بعلم، فأقول ربما يكون كلامه صحيحا، ولكن لعل هذا يكون أرجح. نعم حقيقة، ها، والله يعني كلكم أهل فضل وأهل علم. نعم طيب، الإلهيات بيان معنى التوحيد. قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. إنما ابتدأ بالتوحيد، يقول الشارح رحمه الله، إنما ابتدأ بالتوحيد لأنه أول خطاب يتوجه على المكلف. طبعا أول شيء يتوجه على المكلف بنطق الشهادتين، فيقول، لا يقول أشهد أن الله موجود، يقول أشهد أن لا إله إلا الله. طبعا هذا له أكثر من سبب. أولا لأن أكثر الخلائق ما أنكروا وجود الله، وإنما أشركوا معه، ولذلك طلب منهم أن يوحدوا. قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فمشكلة البشرية في الإشراك، يعني حتى الوثنيون الذين يعبدون الأصنام عندهم فلسفة عن الإله. يعني يا إخواننا نخطئ نحن من إذا ظننا أن الذين يعبدون الأصنام هم يعبدون هذا الصنم. طبعا هم كفار ومشركون، لكن لا تظن أنه يعبد هذا الحجر بذاته. هم عندهم اعتقادات، ولذلك الإمام الرازي يقول بالحرف الواحد، يقول الوثنيون تلامذة المجسمة والمشبهة. انظر ماذا يقول الإمام الرازي في المعالم في أصول الدين، يقول الوثنيون عباد الأصنام وعباد، لأنهم ظنوا أن الإله عبارة عن شكل جميل جدا جدا جدا، ثم بعد ذلك صوروا صنما إذا رأوه يتذكرون الله. شرك، كفر. ولكن هم لا ينكرون أصلا وجود الإله. حتى الكفار ماذا قالوا؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا الإمام الرازي له بحث رائع جدا في هذا الموضوع، صغير، صحائف قليلة في هذا الموضوع يتكلم فيه. ولذلك
الإنسان يطالب بالتوحيد أولا، هذا أول سبب. السبب الثاني أن التوحيد يتضمن، يلزم منه الإيمان بالله، بوجود الله، لأن التوحيد أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى واحد، هذا يتضمن أنك مؤمن بوجود الله وأنه واحد. لأن دائما إذا آمنت بصفة لابد أن ينتج أو يلزم منه إيمانك بموصوف، ولذلك يبتدأ بالتوحيد. نعم، ولذلك قال لأن أول خطاب يتوجه على المكلف هو الخطاب بإثباته، يعني إثبات التوحيد. نعم، وإليه إلى التوحيد بعثت الأنبياء وبه نزلت الكتب السماوية. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم، وإنما قال معتقدين، يعني الآن هو ينقل عقيدة الأئمة، يقول نقول في توحيد الله معتقدين. ما معنى معتقدين؟ يعني لا نقول بألسنتنا، لا نقول شيئا يخالف ما في قلوبنا، فهذه العقيدة التي نقولها بألسنتها هي عينها في قلوبنا معتقدين. نعم، لذلك قال وإنما قال معتقدين. معتقدين حال عن الضمير في نقول، قال تحقيقا للإيمان، لأن مجرد الإقرار باللسان بدون الاعتقاد بالجنان بالقلب يعني لا يكون إيمانا، بل يكون ذلك نفاقا، على ما أخبر الله تعالى عن حال المنافقين بقوله قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. طبعا حتى يكون عندكم علم، فقط محمد ابن كرام الكرامية يعني هو وحده لم يسبق إلى هذا القول، قال يكفي الإيمان باللسان، ولو كان يعني من آمن بلسانه، طبعا عقيدة فاسدة باطلة. تمام سيدي؟ من هو سيدي؟ اسم الكرامية، مؤسسها محمد ابن كرام أو ابن كرام، يقال الكرامية والكرامية. ماذا يقول سيدي؟ يعني نحن وأنتم نطلب العلم، لابد أن إذا مر معنا اصطلاح أن نذكره، يضر هذا؟ تمام، العلم بالشيء خير من الجهل به. ماذا يقول؟ يقول من آمن بلسانه فهو مؤمن كامل. لكن انظر عجيب، يقول إن وافق قلبه لسانه فهو مؤمن كامل وهو في الجنة. لاحظ، وإن ما آمن بقلبه فهو مؤمن كامل في جهنم. يعني هو مؤمن. يستدلون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأتي إنسان يقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يسأله ماذا في قلبه، يقبل منه، إذن خلص الإيمان باللسان يكفي. طبعا إذا إنسان آمن ولم يؤمن بقلبه هذا منافق، بالعكس هو أسوأ من الكافر في شريعتنا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني الكفار فوقهم في جهنم. نعم، وإنما قال بتوفيق الله، بتوفيق الله. أسيادنا، ما هو التوفيق وما ضده؟ التوفيق هو الاستطاعة التي يخلقها الله عز وجل لفعل الطاعات، وهذه التي يقول بها أهل السنة أنها مع الفعل، والمعتزلة على أصلهم الفاسد يقولون قبل الفعل. لماذا يقول المعتزلة هذه الاستطاعة قبل الفعل؟ لأنهم سيقولون العبد يخلق أفعاله،
العبد يخلق أفعاله، ولذلك الله يعطيه قوة وهو يتصرف بها كما يريد. طبعا سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل إبطال هذه الأقوال في وقتها. المهم التوفيق هو خلق الاستطاعة والقدرة على الفعل، والخذلان هو ترك خلق أو الله عز وجل لا يخلق هذه الاستطاعة. ولكن لاحظ سيدي، إذا خلق الله فيك الاستطاعة على الطاعة ولم يخلق لك القدرة على المعصية، هذا هو اسمه توفيق. وإذا خلق الله القدرة على المعصية ولم يخلق القدرة على الطاعة، هذا اسمه خذلان. فالإنسان المخذول من الله عز وجل، لكن الله عز وجل يخلق له الاستطاعة على المعصية بعد أن يختارها هو. العبد له كسب، العبد له كسب واختيار، تمام؟ سنتكلم إن شاء الله عن هذا الكسب. وعند الحنفية له هذا الكسب له تأثير في الفعل، وعند الأشاعرة ليس له تأثير. لذلك يقولون: وعندنا للعبد كسب كلف به ولكن لم يؤثر فعرفه. والحقيقة هذا من المسائل القوية جدا في العقيدة، مسألة الكسب والاختيار. المهم الطاعة، التوفيق أن يخلق الله عز وجل بعد أن تكسب أنت، تختار هذا الطاعة، يخلق الله لك هذه القدرة، هذا توفيق. أو إنسان يختار معصية أو يريد الله لا يخلق له القدرة عليها، هذا توفيق. العبد يعزم على المعصية، هو يختار. شيخي اسمع، هو يختار المعصية ويعزم عليها، الله يخلق له القدرة على فعلها باختياره هو، هو يريد هكذا ومصمم وعازم. إذا خلق الله له القدرة على هذا اسمه خذلان. ولا يعني الخذلان، لا يعني الخذلان سلب الاختيار. لاحظوا سيدي، الخذلان هو ترك النصرة وترك المعونة، تمام سيدي؟ ترك عونه، ولذلك الأنبياء ماذا قالوا؟ وما توفيقي إلا بالله. يجب على الإنسان أن يعترف دائما بفقره، كما قال الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه: تحقق بأوصافك يمدك بأوصافي. قل يا رب أنا ضعيف، أنا فقير، الله يعينك ويغنيك. أما إنسان يريد أن يلبس ثوبا ليس ثوبه، قل أنا غني، أنا عندي قدرة، والله لا، الإنسان لا شيء بدون معونة الله عز وجل. ولذلك انظر ماذا يقول، هذا مذهب أهل السنة: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم، وإنما قال بتوفيق الله إشارة إلى قول أهل السنة والجماعة أن الوصول إلى التوحيد، طبعا وكل طاعة، وإنما ذكر التوحيد هنا لأنه يتكلم عن التوحيد، الوصول إلى كل طاعة، إلى التوحيد بهداية الله، على ما قال الله تعالى: يهدي الله لنوره من يشاء، لا بصنع العباد كما زعمت المعتزلة. قوله إن الله واحد، هذا بيان للمقول، مقول القول، نقول إن الله واحد، أي نقول لما قال معتقدين، نقول حالة الاعتقاد، طبعا هذا حالها، ليس نقول حالة الاعتقاد هذا مقول قول أو مفعول به، لا، مقول القول إن الله واحد،
نقول إن الله واحد حالة كون قلوبنا موافقة لألسنتنا. نعم سيدي، إن الله واحد. قيل الواحد والأحد، ورد في القرآن واحد الله وإلهكم إله واحد، ورد قل هو الله أحد، هل يوجد فرق؟ سيشرح هذا. قيل الواحد والأحد مترادفان، يعني بمعنى واحد، وقد جاء في القرآن وصف الله بهما سبحانه وتعالى. قال الله تعالى هو الله الواحد القهار، وقال تعالى قل هو الله أحد. وقيل يفيد كل واحد منهما من الواحدية والأحدية ما لا يفيده الآخر، فإن الواحد يستعمل لإفادة الصفات، يعني الله أحد في ذاته واحد في صفاته، أحد في ذاته. والأحد يرجع إلى الذات، يقال فلان فلان واحد زمانه، يعنون بذلك تفرده بصفات كمالية لا يشاركه فيها غيره. ولهذا قيل إن الله تعالى أحد في ذاته وواحد في صفاته. قال الأزهري نعم، الواحد في صفة الله تعالى، يعني في وصف الله، إذا استعمل الواحد يراد به معنيان. نعم له معنيان. نعم، الأول إخواننا الذي سيقوله أولا، يعني الله واحد في ذاته وصفاته، أنه واحد لا نظير له وليس كمثله شيء. والعرب تقول فلان واحد قومه إذا لم يكن له نظير، أي في صفاته. والمعنى الثاني لاحظوا، أنه واحد في ربوبيته وتصرفه. لاحظوا سيدي، الله عز وجل واحد في صفاته وواحد في تصرفه وخلقه، هذا هو الإيمان. فلو آمن الإنسان أن الله نعم في صفاته لا يوجد أحد مثله، لكن يوجد رب آخر يساعده أو يخلق، نعم الله أكبر منه ولا ليس مثل الله، هو أقل في صفاته لكن يتصرف في شيء، كفر، رب آخر يخلق من العدم كذا، إذن أو مثلا قلنا المتصرف هو الله لكن يوجد إله آخر مثله في الصفات، كفر. إذن حتى يكون الإنسان موحدا لابد أن يجمع بين عقيدتين، أن الله لا نظير له سبحانه وتعالى في ذات وصفات، وأنه المتصرف الأوحد والذي يستحق العبادة وحده، هذا هو نعم هذه هي العقيدة السليمة. يلا سيدي بقي قليل. هذا المعنى يعني غير داخل في الصفات، هذا موجود في الصفات، كونه خالقا متصرفا. لاحظ سيدي لماذا ميز؟ تمام، نحن صفاتنا، نحن البشر صفاتنا مثل صفات الله أبدا، لا يوجد فينا شيء، أي صفة، أي وجه من وجه التشابه بين صفات الخلق وصفات الله. تمام سيدي، هذا قول غيرنا، يقولون يعني المعتزلة، يوجد ثلاثة أقوال في هذا الموضوع للفلاسفة والمعتزلة وأهل السنة. لاحظ سيدي، التشابه يقولون بالإطلاق عند الفلاسفة، يعني الله عنده علم، أنت عندك علم، يقولون لا يجوز أن نصف الله بأنه عالم على الحقيقة أبدا، لأن هذا يوهم التشابه. عند المعتزلة يقولون التشابه يحصل بأخص الصفات، لن أشرح هذا الآن.
عند أهل السنة يقولون التشابه يحصل بكل الوجوه، وإذا ذكرنا ذلك نقول لا يوجد شيء، أي صفة من صفات المخلوقين تشابه صفة من صفات الله عز وجل. لاحظ سيدي، تقول ما الفرق بين هذا و... أكرر السؤال، هل عندنا صفة كصفة الله؟ أبدا. تمام، لكن ممكن يخطر في بال إنسان لا أحد عنده صفة كصفة الله، لكن ممكن أنا أحمل الكأس، يعني أنا أتصرف، أنا أحمل هذه، تمام، أنا أحرك هذا، حتى لا يخطر في بالنا أنه يوجد شريك لله في أي فعل يقول هذا الكلام. فسيدي نحن عقيدتنا أنا إذا أريد أن أتنفس هذا بخلق الله. سيدي عقيدة أهل السنة والجماعة لا يوجد خلق لا اضطراري ولا اختياري للعبد مدخلية في خلقه وفي أبدا. إذن نحن مجبورون؟ لا، لسنا مجبورين، عندنا اختيار، أما الخلق كله لله. فلماذا يقول فرق بين الأمرين؟ لاحظ في الأول قال لا يوجد صفة لأحد كصفة الله، تمام، الثاني انظر ماذا قال، أنه إله واحد ورب واحد ليس له في ألوهيته وربوبيته. ما معنى الربوبية؟ الخلق والتصرف، أيضا ليس له شريك، فهذا لا يدخل في هذا. لاحظ سيدي، الله سبحانه وتعالى هو ليس له نظير في ذاته وصفاته، ولا شبيه ولا مثيل، وليس لأحد فعل إلا له، فالثاني غير الأول، الثاني غير الأول، تمام سيدي. لماذا؟ حتى لا يظن أحد، ممكن يظن أحد أن نعم الله ليس كمثله شيء ولا أحد وكلنا عبيد، لكن نحن نساعد الله أو نحن نفعل فعل، أبدا خلقا إخواننا، خلقا خلقا، لا يوجد شيء إلا لله، لا جسم ولا عرض ولا فعل ولا شيء، أبدا أبدا على الإطلاق. ولا يعني أن الإنسان مجبور، أبدا، الإنسان الله عز وجل بفضله وكرمه جعله مختارا، أيضا هذا الاختيار ليس من اكتساب الإنسان، هذا الله جعل. قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي ما كنتم مختارين لولا أن الله جعلكم مختارين. كان الله ممكن أن يجعلكم مثل الملائكة تطيعون بدون اختيار، ما عندكم قدرة على المعصية أصلا، لكن شاء الله عز وجل أن يخلق خلقا يطيع الله عز وجل باختياره، لكن بعد أن تختار أنت الله هو الذي يخلق، ليس لأحد تصرف ولا فعل إلا لله جل جلاله وتبارك في علاه. يلا سيدي سنقف نحن في موقف جيد، نعم، ثم قال معنى التوحيد، نحن سنقف الآن وبعد ذلك إن شاء الله عز وجل نناقش بعض الأسئلة والأجوبة بدقائق. تريد قبل أن دقيقة يريد أن يسأل من ضمن، تفضل سيدي. آخر نقطة هو سابقة، كيف نجمع بين الخلق والتصرف والاختيار؟ نحن نختار والله يخلق سبحانه وتعالى، هذا الاختيار الذي نحن اخترناه من خلقه؟ هذا هو الكسب شيخنا، هذا الكسب. لاحظ سيدي ماذا يسأل، سؤال، يسأل سؤالا ولن أجيب عنه، بفضل الله ليس للعجز وأنا عاجز، هذه المسألة أنا فقط لأنها تحتاج ساعتين أنا سأعطيك العنوان فقط. ماذا قال الإمام الغنيمي؟ قال ولما كان هذا المقام،
ممن أو مما توقف به الأئمة الأعلام. أئمة أعلام، هذا السؤال، هل الكسب بخلق العبد أو بخلق الله؟ توقف به الأئمة الأعلام، وكان ممن خاض فيه وناضل عنه وتكلم صفات كثيرة، الكمال ابن الهمام في المسايرة يقول عن لي أو سنح لي، يقول الإمام الغنيمي، أن أنقل عبارته بالتمام والكمال، وتكلم نقل 6 أو 7 صحائف من الكلام العميق. قرأتكم أظن هذا الكتاب، أنا قرأتكم هذا الكتاب وجلسنا عدة دروس نحلل العبارات، تذكرون؟ نعم. نعم. فهذا سؤالك مما لا يجاب عنه لا بدقيقة ولا بدقيقتين، بإذن الله أعدكم بإذن الله إن تمم الله علينا هذا الفضل وهذا الدرس وبقينا فيه، بإذن الله نجلس ونتكلم فيه، لكن لا يكون في هكذا آخر 5 دقائق من الدرس. في بداية الحديث شاء الله أن تكون هذه الأمة هي خاتم الأمة. نعم. فهل نستطيع أن نقول بأن كل من في الأرض الآن من يهود ونصارى وبوذيين وإلى آخره هم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا من أمة الدعوة وليس من أمة الإجابة. طبعا الله عز وجل أرسل النبي عليه الصلاة والسلام ليستجيب له كل الإنس والجن الموجودين منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. لا شك من أمته، لكن لا يدخلون، يعني من أمته يوم القيامة يشفع لهم. يوجد أمة دعوة وأمة إجابة، أمته الذين استجابوا له وآمنوا به، وأما من لم يستجب له فإن شاء الله عز وجل بعد الدرس نرجع إلى المسألة التي في موضوع الأحد. يعني في الحاشية يقول لا نقول رجل الأحد ولا درهم الأحد، لأنه وصف خاص بالله عز وجل، يوم الأحد لا يعنى هذا المعنى، ولا نقول أيضا رجل الأحد لا يعنى هذا المعنى أو درهم الأحد. لا أعلم، أسألكم إن شاء الله. بعض السريتة بس كده. الحمد لله أنه ما انتهى الدرس حتى قلت لا أعلم، هذا مهم، وهذا علامة القبول إن شاء الله. هذا مهم، هذا مهم. يلا أوقف هناك. أوقف سيدي، لا سيدي تغير لا ليس مباشر الآن، الآن مباشر يدوم والله لو بدون مباشر. لماذا؟ لأن هذا الأمر ما سجلنا. شيخ هذه، لأن هذا الموضوع يعني أنا أريد خاص. ما في مشكلة، لو يسجل لكن ليس مباشر، حتى بعد ذلك إن رأيتم أن تبسوا بسوا، ما في مشكلة، أنا سأستفيد منكم. تمام سيدي، ليس مباشر. تمام سيدي. هل يمكن أن نتكلم بمعنى الاعتقاد؟ ممكن، لكن عندنا مسألة من الدرس الماضي إن شاء الله عز وجل نريد أن نتكلم فيها، وبعد ذلك إن زاد الوقت نتكلم.
نتكلم في عدة أسئلة ما زلت مسجلا لها. أي نعم، أحتفظ بها يا سيدي. في الأسبوع الماضي جاءنا سؤال من الشيخ يوسف حفظه الله، نعم، وهو أن لو أن شابا في مكان من الدنيا بلغ البلوغ، سن البلوغ وبعد البلوغ ثم مات، هل كل من لم يسلم هؤلاء أقيمت عليهم الحجة ويخلدون في جهنم؟ هذا هو السؤال. الجواب بتوفيق الله عز وجل واستعانته وفضله كما يقول العلماء. أولا أسيادنا، نحن كل من لم يسلم ومن لم يتبع دين رسول الله عليه الصلاة والسلام، نحن يجب علينا أن نعامله معاملة الكافر. وطبعا لا تعني معاملة الكافرين أن نقاتله أو نقتله، تعرفون كما حدد الإسلام التعامل مع غير المسلمين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، تمام؟ فإذا نحن كل إنسان سواء كان يهوديا نصرانيا وسواء كان بوذيا وسواء كان ليس له دين، بالنسبة إلينا وتعاملنا إلى تعاملنا معهم، هؤلاء كلهم ليسوا مسلمين ولا يعاملون معاملة المسلمين ولا يدفنون في مقابر ولا يزوجون إلى آخر الأحكام التي تعلمونها. نعم. ثم نقول أيضا لا يجب على الله شيء. هل يجب على الله عز وجل، هل يجب على الله شيء يعني أن يرسل أنبياء وأن يبلغ الناس وأن يصل الدعوة إلى كل إنسان؟ لاحظوا سيدي، بل نحن الذين وصلتنا الدعوة وآمنا وصدقنا لا يجب على الله أن يدخلنا الجنة. طبعا نحن الآن نتكلم في الأحكام العقلية. أنا قلت لكم في بداية الدروس كلمة هي قاعدة، من يحفظها حفظ نصف العقيدة. كل صفات الله واجبة وكل أفعال الله جائزة عقلا. فالله عز وجل لو شاء أن يدخل كل من لم يسلم في جهنم، بلغته الدعوة ما بلغته الدعوة، لو شاء أن يفعل ذلك فهو فعال لما يريد سبحانه وتعالى، ولا يجب على الله شيء. هو إله، والألوهية تتنافى مع الإيجاب. نحن العباد والعبيد يجب علينا، الله يوجب علينا، أما الله جل جلاله لا يجب عليه شيء. ومن فهم معنى الألوهية فهم هذا المعنى. والمعتزلة أغبى من الأغبياء، يوجبون على الله، يضعون لله الشريعة وقانون يجب أن يسير عليها، لو ما فعل كذا الله لا يمكن أن يفعل كذا، يجب عليه أن يفعل كذا. هؤلاء ما فهموا معنى الألوهية. تمام، بعد أن نفهم هذا نقول لكن الله سبحانه وتعالى هو
وليس وجوبا عليه. الله هو وتفضلا وكرما هو ألزم ذاته ووعد ألا يعذب أحدا حتى تقوم عليه الحجة. هنا كلامنا. الآن نحن لا نتكلم، لا نعرف في القلوب من قامت عليه الحجة ممن لم تقم. ها يقول العلماء لا أحد يجب أن يدخل بين الله وبين قلوب عباده. لا نقول فلان قامت عليه الحجة وفلان لم تقم، لكن المعلوم من الدين أن الله عز وجل لا يعذب حتى يبعث الرسول. تمام، من قال الرسول العقل هذا قول معتبر، لاحظ سيدي، ومن قال الرسول هو الرسل والأنبياء هذا قول معتبر. يعني قول أبي حنيفة رحمه الله قول معتبر وله أدلة. انتبهوا أسيادنا، بحث يحتاج مني هذه المقدمة حتى نفهم ونصل إلى ما نريد أن نقول، وبعد ذلك أنا والله سأسمع منكم وسأتبع ما هو الحق الذي يدل عليه الدليل. وفي العقيدة كلنا، أنا والله تلميذ أتعلم، الشيخ علي حضرتكم كلكم أساتذة أقدم مني في العلم، وأنا كما أحب أن أتكلم أحب أن أسمع لكن لا بد من هذه المقدمة. من قال العقل وحده يهدي إلى وجود الله، طبعا ينظر الإنسان إلى نفسه وإلى خلقه، لا بد أن يعلم أن له خالقا. ومن العلماء من قال الرسول هو الرسول وليس العقل، فلا يكلف الإنسان حتى على كلا الأمرين لا يهم. سؤالنا ما هو؟ نعم الحجة هي الرسول أو الحجة هي العقل. السؤال هنا متى نقول فلان بلغته دعوة الرسول وأصبح مكلفا وإن لم يؤمن فهو كافر ومخلد في جهنم؟ هل مجرد سماع اسم محمد عليه الصلاة والسلام، يعني الآن إنسان يعيش في أي مكان في العالم سمع يوجد إسلام، هل هذا يكفي أنه أصبح يجب أن ينظر؟ هل تحركت عنده الداعية؟ لاحظوا سيدي، كل من تحركت عنده داعية الطلب، لاحظوا كل من تحركت عنده داعية الطلب ثم لم يطلب يكون خالدا في جهنم. كل من تحركت عنده داعية الطلب إلى الحق، لا نقول الآن وجب أن يسلم، لكن وجب أن يبحث عن الحق. لكن السؤال متى نقول فلان وجب عليه أن يبحث عن الحق، أو متى نقول فلان بلغته دعوة الرسول؟ هل يكفي الاسم؟ طيب أنا أسألكم سؤالا، لو أن رجلا الآن في بلد من بلاد العالم ما سمع بدين قبل أبدا 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 أبدا، ما سمع، إنسان لا يؤمن بالأديان ويقول هذه خرافات، هكذا نشأ. المهم جاءه رجل يهودي ونصراني ومسلم معا، المسلم قال له أسلم، واليهودي قال له تهود، والنصراني قال له تنصر،
الآن هذا ماذا يجب عليه؟ وهو بالنسبة كل واحد يقول يوجد إله. إذن حتى أبو حنيفة رحمه الله يقول العقل يقول يجب أن تؤمن بإله، والأديان الثلاثة يقولون يوجد إله. طيب الآن هذا ما وجب، ما الذي وجب عليه؟ أن يبحث. هل وجب عليه الإسلام؟ هل وجب عليه التنصر؟ هل وجبت عليه اليهودية؟ إذن هل بمجرد هنا التحقيق، ما معنى بلغته الدعوة سيدي؟ إذا حققنا هذه النقطة لا يوجد خلاف، سواء من يقول يكفي العقل أو لا بد من الرسول، خلافنا ليس هنا أبدا. فأبو حنيفة الذي يقول هذا القول هو إمام الأئمة، والأئمة تلاميذ أبي حنيفة، ليس كلامي هذا، هذا كلام الشافعي. فكلام الأئمة، كلام أبي حنيفة وكلام ليسنا، لا يوجد إجماع على أحد القولين. ولذلك مثل الفقه، أي مسألة فيها خلاف فقهي هذا القول مقبول وهذا القول مقبول، وأيضا في العقيدة هذه المسألة، لأن كل فريق له دليل. السؤال طبعا بعد ذلك، إن قلتم بلغته أو ما بلغته، بعد ذلك سنقول ما هو مصيره، الآن لا نتكلم في هذا. السؤال، من الذي بلغته الدعوة، سواء دعوة الرسول أو وجب على عقله أن يتحرك ويبحث؟ هل كل سماع؟ أنت سمعت بأحمد ميرزا القادياني؟ هل تحرك عقلك أو من أجل أن تبحث عن دينه؟ لماذا؟ لا حاجة لي، لأنك أنت درست الإسلام وكذا. لكن عامة المسلمين الذين أخذوا الإسلام تقليدا، سمعوا أو ما سمعوا، هل تحركت داعيتهم أن يميزوا بين ديننا وبين؟ كذلك إخواننا كثير من اليهود والنصارى إذا سمعوا باسم محمد عليه الصلاة لا تتحرك داعيتهم. فهل نقول هؤلاء بلغتهم الدعوة؟ أنا سيدي بدون تعصب الآن سأنقل لكم كلام الإمام الغزالي ونحلله، وأنا لست متعصبا للغزالي، الغزالي وأبو حنيفة والإمام الحرمين وكله أنا عندي مستوي. لكن سيدي كما قلت، بالنسبة لنا كلهم كفار ونعاملهم معاملة الكافرين، لأنهم هم أيضا كافرون بديننا. يعني نحن عندما نقول نحن تكفيريون نكفر، هم تكفيريون أيضا. لا يوجد ولا نصراني يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام. فإذا أحد يقول نحن التكفير هو بيان عقائد كل فريق، هم لا يؤمنون بدينه، هم كفار. وأيضا نحن يقولون عنا كفار، لا نؤمن بأن عيسى رب، كفار نحن، لا نؤمن بأن عيسى ابن الله، نحن كفار بالنسبة لهم، ما في مشكلة. لكن نحن ليس أمرنا في أمور الدنيا. هو جاء سؤال، متى الإنسان، هل بمجرد السماع؟ الله عز وجل هذا سمع وما آمن، ما تحرك للطلب. يعني لماذا أنا سمعت ببوذا، سمعت أنا في الهند يوجد 800 دين، ليس أنا لأني والله درست الإسلام والحمد لله هو الحق. حتى العامة عندنا من لا أخذوا الدين تقليدا لا تتحرك، هم أيضا لا يتحرك عندهم إذا سمعوا، خصوصا أنهم يسمعون أن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم استغفر الله ملبس كذاب، يربون على هذا منذ الصغر. فمن نشأ هنا كمن نشأ هنا، وهل كله قامت عليه؟ هنا السؤال، وأنا لا أحكم،
يمكن الله يضعهم كلهم في جهنم. أنا لا أحكم، حاشا، هذا إن الحكم إلا لله. لكن سؤالنا، هل كل الناس الله سيعامله معاملة واحدة؟ طبعا الله لا يجب عليه شيء، لكن نرجع، الله ألزم ذاته، تفهمون أين المسألة؟ الله ألزم ذاته ألا يعذب أحدا حتى يأتيه الرسول، رسول إما نبي أو عقل، ما في عندي مشكلة. لكن متى نقول جاءه الرسول؟ هل بمجرد السماع؟ سنقرأ صحيفتين من كلام الإمام الغزالي وغيره طبعا. الإيمان هو بوجود الله صحيح أم برسالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآن لو تقول فقط يجب الإنسان أن يعلم الآن لو بوجود الله فقط، إذن من آمن باليهودية والنصارى يؤمنون بوجود الله وإيمانهم صحيح، وهم بإجماع المسلمين هم كفار، يجب أن يؤمن الإيمان الحق، أن تؤمن بالله بصفاته، هذا إيمانهم ليس إيمانا. يعني اليهود لا يقولون نحن مؤمنون بالله، لكن هذا ليس مقبولا منهم هذا الدين. سؤالنا فقط كلمة واحدة، من أقيمت عليه الحجة ممن لم تقم؟ فقط هذا سؤالنا. سنقرأ أسيادنا فقط يعني 5 دقائق بإذن الله. والإمام الغزالي سبحان الله منصف، انظر ماذا سيقول. يقول بل أقول إن أكثر نصارى الروم، هذا كتاب اسمه فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للإمام الغزالي رحمه الله، يقول بل إن أكثر نصارى الروم والترك في هذا الزمان، طبعا انتبه سيدي، ممكن أنت لا توافق على هذا، ما في مشكلة، تأخذ بقول آخر، لكن هذا القول نحن الآن لا نقول كيف سيعاملهم الله، هذا شيء آخر، لكن نحن نتكلم من بلغته الدعوة. هناك إذا قلت لم تبلغهم الدعوة، نقول يوجد 3 أقوال في من لم تبلغه الدعوة وفي أطفال المشركين. يوجد قول الله سيمتحنهم يوم القيامة، يوجد قول الغزالي يقول هؤلاء ناجون وتشملهم الرحمة، يوجد قولهم في جهنم. فخذ بهذا، خذ بهذا، كله له دليله، تمام سيدي. أما نحن لماذا نتكلم في هذا الموضوع؟ لأن هذا السؤال يسأله الشيخ يوسف ويسأل للشيخ يوسف ليقول لنا إسلامكم ليس فيه عدالة، من ولد في بيت مسلم يجب عليه كمن ولد في بيت ملحد، من أجل هذا يريدون. نحن لا نتألى على الله، لكن إذا الله بين لنا في كتابه وسنة نبيه أنه ممكن أن يرحم هؤلاء، فقط نقول ما قال الله وقال رسول الله، لا نتألى، لا نقول يجب على الله، حاشا حاشا والله، لو الله يدخلنا نحن ومن شاء إلى لا يكون ظلما من الله، الظلم في عقيدة أهل السنة لا يتصور من الله، لا يتصور. لماذا لا يتصور؟ لأن لا 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 لا، ليس فقط لأن العادل، لأن جميع الخلائق ملكه، والظلم هو التصرف في ملك الغير، فلا يتصور. ومع ذلك الله قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. لاحظ سيدي، الله لا يتصور منه ظلم. تعرفون ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أي حتى الظلم الذي في ميزانكم هو ظلم أنا حرمته على نفسي، مع أني لو فعلته لا يكون ظلما.
الله عز وجل نحن يا إخوان نحن عبيد، نحن مملوكون، مهما فعل الله بنا لا يكون ظلما من الله. ومع ذلك الله عز وجل يقول حرمت الظلم على نفسي. الله أكبر. ما معنى هذا؟ يعني أنا أعاملكم بما تحسبونه أنتم عدلا. إذن هو ألزم ذاته أنه لا يعذب أحدا، وله أن يعذب كل أحد. أني لا أعذب أحدا إذا بلغته إلا إذا بلغه قامت عليه الحجة. فسؤالنا هل كل إنسان في العالم ما أسلم قامت عليه الحجة؟ سيقول الإمام الغزالي نصف صحيفة هنا ثم نصف صحيفة هنا. نعم يقول إن أكثر النصارى والروم، الروم نصارى الروم والترك في هذا الزمان تشملهم الرحمة إن شاء الله، أعني الذين هم في أقاصي الروم والترك ليسوا الذين كانوا في حدود الإسلام. طبعا في زمان الإمام الغزالي ما كانت القسطنطينية فتحت، يتكلم قبل هذا الزمان، هو طبعا قبل 1000 سنة، قبل 900 سنة من الآن. نعم ولم تبلغهم الدعوة فإنهم 3 أصناف. صنف لم يبلغهم اسم محمد أصلا فهؤلاء فهم معذورون، وصنف، لاحظ كيف تتحرك الداعية، انظر كيف يجب على الإنسان أن يبحث، انظر، وصنف بلغهم اسمه ونعته وما ظهر عليه من المعجزات. انظر متى يتحرك الإنسان. أما والله أنا سمعت هذا إنسان ادعى النبوة في الهند، في ادعى قال أنا نبي، لا يتحرك فيه شيء. وبلغهم، اسمع سيدي، اسمه ونعته وما ظهر عليه من المعجزات، وهم المجاورون لبلاد الإسلام والمخالطون لهم، وهم الكفار الملحدون. وصنف ثالث بين الدرجتين، بلغهم اسم محمد صلى الله عليه وسلم ولم يبلغهم نعته ووصفته. لاحظ أيضا بلغهم بالعكس أنه كذاب، انظر ماذا يقول الغزالي، بل سمعوا أيضا منذ الصبا أن كذابا ملبسا اسمه محمد ادعى النبوة، كما سمع صبياننا. الآن كيف أقول لك لو سمعت بهذا أحمد ميرزا أنت لا في زمانه يضرب الإمام الغزالي نفس المثال. أنا والله الأسبوع الماضي لما تكلمت هذا الكلام أنا لا أعلم بوجود هذا الكتاب، أنا أتكلم ضمن قواعد ولا أعلم قول عالم، إنما أتكلم بحسب النصوص الشرعية وعموما يعني ما أفهمه من قيام الحجة. قال كما سمع صبياننا أن كذابا يقال له المقفع تحدى بالنبوة كاذبا. يبدو أنه في زمن الغزالي كان يوجد رجل اسمه المقفع ادعى النبوة. يقول كيف نحن الآن لا تتحرك دافع والله نذهب ونؤمن به. أيضا هم الذين سمعوا أن محمد كذاب يربون أولادهم منذ الصغر لا تتحرك. نعم يقول فهؤلاء عندي في معنى الصنف الأول، فإنهم مع أنهم لم يسمعوا إلا اسمه، لاحظ هنا يوجد خطأ مطبعي، يقول فإنهم مع أنهم لم يسمعوا اسمه، لا لا هو قال سمعوا اسمه وما سمعوا نعته، فهنا يوجد خطأ. نعم فإنهم مع أنهم لم يسمعوا إلا اسمه سمعوا ضد أوصافه. اسمع القاعدة الآن، وهذا لا يحرك داعية النظر في الطلب. قيسوا أنفسكم إخواننا، نحن هل إذا سمعنا هنا أو هنا والله نبدأ نبحث؟ لا نبحث. نعم ثم يقول سيدي، لكن ماذا يقول؟ كل إنسان سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جرى على اليد من المعجزات وعلم ولم يؤمن أو لم يتحرك للطلب هذا كافر.
انظر الآن ماذا سيقول هذا الكلام في الصحيفة 86. وأما من سائر الأمم فمن كذبه بعدما قرع سمعه على التواتر خروجه وصفته ومعجزاته الخارقة للعادة كشق القمر وتسبيح الحصى ونبع الماء من بين أصابعه والقرآن المعجز الذي تحدى به أهل الفصاحة فعجزوا عنه، فإذا قرع ذلك سمعه فأعرض عنه وتولى ولم ينظر فيه ولم يتأمل ولم يبادر إلى التصديق، فهذا هو الجاحد الكاذب وهو الكافر. نعم. ثم يقول: بل أقول من قرع ليس لم يؤمن، بل إذا لم يتحرك أيضا للبحث، بل أقول من قرع سمعه هذا يعني على التواتر فلا بد أن تنبعث منه داعية الطلب ليستبين حقيقة الأمر إن كان من أهل الدين ولم يكن من الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فإن لم تنبعث هذه الداعية، لاحظ، إذا لم تنبعث بعد قيام هذه الحجة ليس عذرا. يجب على الإنسان بعد أن سمع أن رسولا جاء بقرآن أعجز الناس وكذا، يجب أن تنبعث. إن لم تنبعث يكون خالدا في جهنم. فإن لم تنبعث هذه الداعية فذلك لركونه إلى الدنيا وخلوه عن الخوف وخطر أمر الدين، وذلك كفر. وإن انبعثت الداعية فقصر في الطلب فهو أيضا كفر، بل ذو الإيمان بالله واليوم الآخر من أهل كل ملة، من أهل كل ملة، لو يهود ونصارى لما يسمع هذا السمع يجب أن يبحث، إن ما بحث فهو كافر. نعم. لا يمكنه أن يفتر عن الطلب بعد ظهور المخايل بالأسباب، يعني حتى ما وضح له الحق وإنما يعني قريب من الحق يجب أن يتحرك. نعم. بالأسباب الخارقة للعادة. لا، لكن انظر هنا، فإن اشتغل بالنظر والطلب ولم يقصر فأدركه الموت قبل تمام التحقيق فهو أيضا مغفور له. ماذا أكرر؟ نفس الجملة. نعم. فإن اشتغل بالنظر والطلب ولم يقصر فأدركه الموت قبل تمام التحقيق فهو أيضا مغفور له، ثم له الرحمة الواسعة. فاستوسع رحمة الله تعالى ولا تزن الأمور الإلهية بالموازين المختصرة الرسمية. هذا كلام الإمام الغزالي. ما هو الملخص؟ ما هو ملخص هذا الكلام؟ نحن فقط قلت في جواب أنا، كان هذا الجواب هو عبارة عن دقيقة واحدة، فأخذ أنا قلت له: الحمد لله، يوم القيامة الذي سيحاسب الناس هو الله، والله يعلم من قامت عليه الحجة ممن لم تقم. هذا أنا الذي بدأت به الجواب. وحاش لله عز وجل أن يعامل جميع الناس، من علم وأنكر، مثل من لم يعلم. هذا أنا الذي قلته، وأنا الآن تحت يدكم وتحت الحق. اليهود والنصارى من منهم يعني من قرأ أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم من كتبهم يعني من الإنجيل والتوراة، نعم، فسمع خروجه، هل هذا مكلف؟ سيدي، أنا قلت لك، أنا أعطيتك قواعد. قد يكون الآن 90% من اليهود والنصارى بسبب الإعلام وبسبب الوصول وبسبب بحث كلهم مكلفون ويعتبرون معرضين عن السماع ومكلفون وليسوا معذورين عند الله. قد يكون 95%، قد يكونون 99%، قد يكونون 50%. يقول العلماء: نحن نضع القواعد، نقول من
بلغه شيء يجب عليه بعد بلوغ هذا الشيء أن يتحرك، ثم لم يتحرك هذا الكافر. هذا لا يعلمه إلا الله، فلا يجب لأحد أن يدخل بين الله وقلوب عباده. أن تقول فلان بالذات بلغته، والله يمكن إنسان عمره 17 سنة وكذا ويعلم الحق، هذا مكلف ولو لم يسلم، لكن ممكن إنسان سيدي بلغه قال أنا أريد أن أبحث، هل البحث عن الحق سهل؟ حتى أنا أعلم أن هذا الدين حق يجب أن أدرس القرآن، هذا معجزة دراسة القرآن، هل هو أمر سهل؟ سلمان الفارسي سيدي رضي الله عنه كم بحث عن الحق يعني؟ نعم. أنا أسألكم الآن آخر شيء حتى لا نتعجب من هذا الكلام، نحن مسلمون، كم مشهور عندنا المعراج؟ مشهور معلوم، من أنكر المعراج ما حكمه؟ لا، ليس كافرا، لو أنكر. انظر نحن كم عندنا مشهور المعراج، المعراج المعراج. لماذا المسلمون؟ سألني أحد الإخوة المر من أنكر نزول عيسى ما حكمه؟ أهل البدعة. أهل الأحسن. طيب نحن بين المسلمين وهذا معلوم ووارد في القرآن و و و و كذا، طبعا عيسى عليه سينزل وهذا ثابت بشبه اليقين، لكن مع ذلك لأنه يوجد شبه التأويل العلماء قالوا ليس كافرا، وهذا بين المسلمين. من أنكر المعراج نعم فاسق وصاحب بدعة، وهو نحن نؤمن بالمعراج مثل الإسراء، لكن إذا وجد شبهة لا يكفر. فكيف وهو هنا قامت عليه 1000 حجة وسمع 1,000,000 مرة بالإسراء والمعراج؟ لا يا سيدي، فهناك بعض الناس ما سمع بالإسلام أو سمع اسم أو كذا ما تحركت. سيدي هذا الذي نحن تكلمنا عنه، وقال العلماء لعل ولا نجزم ولا نحكم، الله هو الفعال. لو علم الله أن هذا ما كملت عنده الحجة لعل الله يغفر له، أو لعل الله يمتحنه يوم القيامة، أو لعل الله يعذبه، وهو فعال لما يريد ولا يجب على الله شيء. لعل هذا البحث أو هذه المسألة أشبعت بحثا يا غير هذا الموضوع. نحن أيضا عندنا سنة اسمها النوم، تمام، وغدا عندنا دروس. طيب سيدي، والله أنا يعني بصحبة الشيخ علي وصحبتكم يعني مسرور ومتشرف غاية الشرف، لكن أخاف أن نسقله. وأنت ما شاء الله يعني تحب أن تملأ صدرك بالعلم وتحسن الظن فيه. نعم، أما أنا لا أريد أن أسقل عليكم. لو يأذن الشيخ علي 5 دقائق أخرى اسأل سؤالك. تأذن له ب5 دقائق؟ تفضل. مسألة الدافع والاندماج، إيه؟ هل تأتي من مكارم الأخلاق؟ يعني هذا الدافع الذي سيأتي لهذا الإنسان هل لها خلفية أخلاقية؟ سريرته صافية طيبة الفطرة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق، إيه؟ فمن رآه بعث في داخله حب المعرفة، نعم، عن هذا الدين. فهل بعض الناس رآه وأنكر؟ أبو جهل كان كل يوم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. إيه؟ الدافع أصله في مكارم الأخلاق، يأتي من مكارم الأخلاق. سيدي
لما خلق الله عباده ليرحمهم، كل من عنده ذرة من قبول الحق الله يهدي. ماذا قال الله تعالى في سورة الشورى؟ الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. والله الله لا يريد من العبد إلا أدنى قبول للحق. من قال في قلبي يا رب أنا أريد الحق، والله الله سيهيئ له من يدله على الحق. المشكلة في العناد، في العناد. فرعون الله أرسل له نبيين لا يريد، إبليس يعلم ماذا يخاطب الله، قال ربي أنظرني، يعلم أن الرب يأمرك أن تسجد، لكن كبر وعناد. فلذلك لا نظن أسيادنا أن الله خلق العباد إلا ليرحمهم وطلب منهم أقل شيء. كل إنسان يريد الحق فقط، يتوجه يريد الحق، الله سيهديه، الله سبحانه وتعالى يهيئ له أسباب الخير. والله أنا على قلة علمي أعلم من الحوادث الشيء العجيب، كيف اهتدى الناس من أوروبا، من أمريكا، كيف يهيئ الله لهم هذا؟ سبحان الله. تسألهم لماذا؟ يقول والله كنت أسمع أنا فأعلم أن ديننا باطل، وقلت يا ربي أريد الحق فوصلت إليه بشكل عجيب. فالله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. ولو أن إنسانا كان يبحث عن الحق وما زال في حالة البحث، فالله عز وجل، بل الإمام الجويني في كتاب الشامل في أصول الدين عنونا بحثا سماه باب من اخترمته المنية وهو أثناء النظر. يعني ما زال يبحث أين الحق، هنا أو هنا، فالله عز وجل إن شاء الله، إن شاء الله يعذره إن شاء الله. الإمام الجويني. نعم، الإمام الجويني إمام الحرمين. الإمام الغزالي. الإمام تلميذه، لكن سيد الإمام الغزالي في كل كتبه لا يقول قال فلان، لا يقول لا الجويني ولا فلان ولا أبدا، لا يذكر. يعني العلماء يقولون قال شيخنا فلان، قال فلان، قال فلان، قال إمام الغزالي، أنا ما رأيت له مثلا قال، مع أنه أحيانا نفس العبارة التي يقولها الغزالي موجودة في كتاب، أبدا نفس. لكن الإمام الجويني يميل إلى الإيجاز، الإمام الغزالي يميل إلى الشرح والتوسع. يعني في مسألة رؤية الله عز، الإمام الجويني يتكلم في بعض الكتب سطرين، نفس العبارة نفس الفكرة يتكلم الغزالي 10 صحائف، لكن لا ينقل، لا يقول قال فلان قال. ليس إنكارا، حاشا، إمام الغزالي أهل التصوف والأخلاق والأدب، لكن لعله ما شاء الله، هو الرجل يعني هو مجتهد، فلعله وصل إلى نفس الفكرة التي وصل إليها شيخه، يعني بقناعة وليس تقليدا، وليس تقليدا، ولذلك لعله لهذا السبب لا ينسى. تمام سيدي. سيدي معناها في الدعوة إلى الله عز وجل. ها الآن أنت ذكرتني سيدي، نحن عفوا، ها أنا ما قاطعتك، لكن كلمة ذكرتني بكلمة. إذا نحن سيدي واجبنا أن نشتغل بهؤلاء الناس، والله علينا واجب عظيم هنا في هذه البلاد وفي كذا، يجب أن نحرك الداعية فيه. تحريك الداعية هذا واجبنا، لأنهم هم يا سيدي هناك في الإعلام والتلفزيونات والصحف، لا نظن نحن سيدي في قوتهم في الإعلام والميديا والتلفزيون أبداً،
نحن بالنسبة لهم صفر. كبار أكبر شركات الإعلامية بيد اليهود، فهم لو أراد أحدهم أن تتحرك الداعية للنظر أين الحق يميتونها. والله ما صنعوا داعش وأمثالها إلا حتى لا يفكر شعبهم في الإسلام. يقول أعوذ بالله، هؤلاء المسلمون مصاصو الدماء، أكلة لحوم البشر. بالمقابل والله هذا الواجب، وشعوب عاقلة يحتاج من يحرك فيها هذا. هم تركوا الدين لأنهم، أنا يوجد طبيب سوري درس في فرنسا 4 سنوات قال لي هم بالاسم نصارى أما هم ملحدون، لأنهم سمعوا دينهم باطل فتركوا الدين بالإجمال. ظنوا أن الإسلام مثل هذا. فسيدي يأتي الآن واجب الحمد لله مثل هذه المدرسة إن شاء الله وأمثالها، يخرج منها الدعاة ويحركون هذه الدواعي. والله هذا هو، ولذلك نحن عملنا هذا يعني أعظم عمل إن شاء الله عز وجل، تعليم الدين بكل اللغات بكل اللغات. هذا شيء عظيم جدا جدا جدا. الحمد لله الآن في مدينة كامبريدج، طبعا يوجد جامعة كامبريدج، هذه جامعة شهيرة جدا، كانت الأولى في العالم، الآن الثانية، سبقتها في الترتيب الجديد، سبقتها جامعة أمريكية، الآن الثانية. لكن في مدينة كامبريدج أنا أعرف بعض الإخوة هناك يقولون تعرف مدينة كامبريدج، المدينة في الجامعة وليس الجامعة في المدينة، يعني الجامعة كبيرة جدا لها أبنية، هنا بناء وبناء وبناء في المدينة. جامعة كامبريدج قديمة من مئات السنين، يقولون المدينة في الجامعة وليس الجامعة في المدينة. المهم الحمد لله الآن فتحوا، يوجد رجل قريب من الملكة ملكة بريطانيا أسلم منذ 20 سنة، فتح الآن جامعة إسلامية. نعم، من شروط الطلاب الذين يسجلون فيها أن يتعلموا اللغة العربية حتى يدرسوا الإسلام بالعربي. فهنا الحمد لله هذه المدرسة، لأن أخذ العلوم الشرعية باللغة العربية طبعا لا شك أن هذا هو الأساس والأصل. دعاني إلى هنا، قلت له أنا لا أقبل إلا أن بدعوة من الملكة أو ويليام ابنها أو ويليام ممكن، أما غير ذلك لا أقبل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.